جايب الاوراق من الزباله؟ حمد انا قلت لك ألف مره الموضوع ما يهمك. الموضوع لعب براسي، بس قلت يمكن لانه يمكن شنو؟ يمكن شنو؟ يا غبيه الشك عمره ما عمر بيوت، انا مو مخلي عليك قاصر، كل شيء قاعد يجيب لك مدلعك، فوق هذا تنبشين من وراي؟ انت اللي خليتني اشك، انت اللي خليتني اربش، من فتره وانت متغير علي، وانا ما راح احس، كل مره تحس برايلها تتغير عليها. قلت لك الاوراق ما تهمك، ليش تصغرين نفسك بعيوني؟ انت عمرك ما غلطت بهديه، بس غلطت بقياس الخاتم، عرفت ان كل هذا تسويه مو عشاني. خاتم، قلتيها خاتم، خاتم صغير غلط بقياس ايش صار؟ ايش صار بالدنيا؟ بتخربين بيتي علشان خاتم؟ خليك من شكوكي، انا شفت صور، مو قلت لي ورقه؟ شقه شقها. انت شو اللي تبينه؟ شو اللي تبينه؟ ابي اعرف، في واحده بحياتك غيري؟ سمعيني سمعيني، فوزيه انت شفتي؟ بكيتيها. ريم ريم ها ما في شيء؟ ايش فيك ما تسمعين؟ كسروا الباب؟ منو؟ اخت ريم افتح الباب انا عارف انك موجوده. ايش دراني منو؟ منو؟ وش هذا العارس؟ صبحي؟ صباح الخير يا مدام مرقان. عسى ما شرش فيك كسرت الباب على البنية وما ترد عليك. والله هذه اليومين بخبط عليها وما بتردش، وحتى لما بشوفها تحت بتهرب مني وتركب سيارتها بسرعة وما اعرفش اكلمها. ويييي انزين قول لي ايش صاير؟ عايز اسلمها الانذار ده. انذار شنو؟ الايجارات المتأخرة. انزين هي كم اجار مدافعة؟ احنا كده لينا 3 شهور وصاحب البناية كل يوم يسألني ومش عارف ارد عليه. انزين ما عليك، عطني الورقة وانا اتصرف، انا اقعد معاها واكلمها. اوكي بس صاحب العمارة بلغني ان انا اقول لها ان لو ما دفعتش الايجارات المتاخره خلال الشهر ده هيشتكي عليها. خلاص لا تحاتي انا اتصرف. خلاص اوكي يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. يما ليش طالعيني كذي؟ مسويه جريمه انا؟ ما ادري. فوزيه فوزيه ليش نايمه هني؟ الساعة كم؟ ليش ما سمعت المنبه؟ المنبه بغرفتنا. قوم يا حالة انا راح اسوي لكم ريوك. اوكي انت بتسوي ريوك؟ ايه بدل لكم اليوم راح اسوي لكم احلى ريوك. يلا بسرعه تعالوا. دان
يوسف؟ يوسف يمه، يوسف حبيبي قوم حبيبي، صباح الخير. قوم حبيبي، أخوك فهد جاي يتريق معاك. فهد؟ فهد منو؟ هو إيش فيك يمه؟ أخوك فهد. أنا قلت له يمه يجي يعني ويستسمح منك، إن شاء الله تتصلح الأمور بينكم علشان خاطري يا يمه. يلا قوم 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 حبيبي. إن شاء الله. يلا ننطرك يمه. خلاص. بابا اليوم انت مسوي ريوق؟ اي بابا. بابا انت تسوي ريوق حلو. عليك بألف عافية. جوسي. نعم مدام. تعالي خذي البنات وروحوا برا على ما يخلص بابا وياكم. ان شاء الله. يلا ماما يلا. دير بالكم. ان شاء الله. عاد انا اليوم عندي موعد سونار، راح يبين بنت ولا ولد. بخاطري اعرف بنت ولا ولد، ان شاء الله ولد يا رب. الله يسهل عليك. ان شاء الله. فوزية شنو الشيء اللي يخليك انك تديني؟ شو السؤال حمد؟ سالفتك. سؤال وابي اعرف جوابه. شنو الشيء اللي يخليك تديني؟ انا ما راح اهدك، واذا بطلت احبك راح اظل معك عشان عيالي. هذا كذي عذاب تعيشين مع واحد قلبك مو معاه. انت ليش شي قاعد تخيل حمد؟ خذيني على قد عقلي. شنو الشيء اللي يخليك انك تكرهيني وما تظلين تحبيني؟ بس الخيانه. الخيانه ممكن تكون بنظره، اذا عينك راحت حق غيري وقلبك انقسم نصين بيني وبينها راح أبطل أحبك. أنت خاينني. قولي حمد تكفى، من حقي أعرف، أبي أطمن. لا فوزية ما خنتك. ليش هالسؤال؟ اليوم أول ما قعدت من النوم ما أدري إيش صار فيني، لما ما لقيتك يمي النيت. فوزية أنا آسف على اللي صار أمس. لا تأسف. أنا اللي آسفة شكيت فيك. ما أدري إيش فيني قاعدة أخربط بالحكي، يمكن لأني حامل وهرموناتي قاعدة تغير. أنا آسفة. معذورة. بس حبيبتي الله يخليك مرة ثانية لا تشكين فيني. الله يخليك لي. يلا باي. لا تأخري على موعدك. باي. باي.